فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية في الرينال، هو الجلوميرولر فلتريشن ريت أو اختصاره GFR زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو. في البداية عايز أعرفك إن الجلوميرولاي لما بتيجي بتصفي الدم، التصفية ما بتبقاش تصفية عادية، لا دي تصفية شبه كاملة، ألترا فلتريت. دايما لما نقول كلمة ألترا معناها حاجة سوبر، يعني الفلتريشن مش حاجة عادية، لا دي كفاءة راقية جدا. طيب بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بنعدي اي حاجة ليها موليكولر ويت قليلة، يعني مثلا ووتر او المواد اللي بتدوب في المية، كل ده بيعدي. عندنا صوديوم، بوتاسيوم، جلوكوز، يوريا، امينو اسيدز، لكن بنمنع معظم البلازما بروتينز، بنمنعها. خلي بالك ان احنا هنتكلم النهارده عن الالبيومين، ده مثال للبلازما بروتينز، وهنعرف هنمنعه ازاي وليه، دي مهمه قوي. طب دكتور الفلتريت اللي انت بتتكلم عليه ده بينزل فين؟ اقول لك بشكل بسيط، هذا الفلتريت بينزل في البومنز كبسول. اهي لو جينا بصينا على الكعكعة دي باللون الاحمر، هو ده الجلوميرولر كابيلاريز. هنا الجلوميرولاي زي ما شرحنا قبل كده، وده البومنز كبسول. طيب البومنز كبسول فلويد بيبقى الترا فلتريت من البلازما، وعايزك تخلي بالك ان اللي نازل في الفلتر تقريبا نفس تركيبة البلازما ما عدا البروتينز. يعني البلازما زي ما درسنا في البلاد قبل كده فيها بلاد عادي وخلايا وفيها بروتينز، لا البروتينز ما تعديش، وده اسمه الترا فلتريشن زي ما اخدنا في البايوفيزيكس من قبل. طيب دي البداية. طب السؤال المهم الآن، فلترينج ممبرين تركيبته ايه؟ يعني احنا هنعمل تصفية، التصفية دي لازم من خلال غشاء مميز. هنا هنتكلم عن هيستولوجي في غاية الأهمية، والهيستولوجي لازم يكون معاه الرسم للإيضاح. يعني بص معايا هتلاقي، الله، في دوائر هنا كتبت عليها دكتور نمبر 1، دي بتمثل الكابيلاري اندوثيليال سيلز. خلي بالك ان الكابيلاري اندوثيليال سيباريتد بحاجه اسمها فينسترا بورز. طبعا البورز ما بتبقاش كبيره في الحقيقه زي ما انا رسمت، ولكن انا راسمها الستريشن للايضاح. يعني هتلاقي فتحات هي البورز، الفتحات دي تقريبا من 70 الى 90 نانومتر ان دايمتر. طبعا الارقام مش مهمه، يعني مش هطالبك تحفظ السايز اوف البورز تقريبا كام. طيب دكتور والطبقه الثانيه، بيزمنت ممبرين او بيزل لامينا. خلي بالك ان البيزمنت ممبرين معمول من كولاجين وبروتيوجلايكان. هتقول لي طيب البيزمنت ممبرين ده معمول من بروتينز، طب ايه اهميته؟ اقول لك الاهميه، عليه نيجاتيف تشارجز. بمعنى تعالى نتخيل ان مفيش بيزمنت ممبرين، هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك مثلا في الالبيومين موجود هنا، وده نوع من البلازما بروتين، ايه رأيك ان الالبيومين يقدر يعدي من البورز دي؟ تقولي معقولة؟ اقولك ايوة، الشروط علشان تعدي هنقولها النهاردة، من 4 نانومتر الى 8 نانومتر. لو الديامتر بتاعك اقل من 4 عدي عادي فريلي فلترد، لو اكتر من 8 ما تعديش.
هتقولي طب والقلب من هنا، القلب من 7 يعني يدوبك يقدر يعدي. طب لو عدى من هنا، ما انا خايف انه يعدي كمان من الخلايا دي الطبقه الثالثه، وانا افقد القلب من. القلب من دوره مهم كاوزموتيك بريشر، هو اللي بيسحب الميه الزياده زي ما شرحنا في فيديوهات البلد من قبل، مهم قوي. عشان كده ربنا حط له بيزمنت ميمبرين شايله نيجاتيف تشارجز، والقلب من اساسا نيجاتيف. نيجاتيف يجي يعدي على طبقه نيجاتيف، يحصل بينهم تنافر او ريبالشن، فما يقدرش يكمل ويعدي في الطبقه الثالثه. ده ميزه البيزمنت ميمبرين. طب انا عندي الطبقه الثالثه اسمها بودو سايتس. خلي بالك كلمه بودو يعني قدم، خلايا قدميه الشكل. وخلي بالك ان الخلايا دي بيبقى لها سودو بوديا، ودي بتكون بورز اهي. الفتحات هنا تقريبا 25 نانومتر ان دايمتر. الطلبه اللي بتحب الارقام والملاحظات ياخدوا بالهم ان الفتحات هنا 70 لـ90، وهنا الفتحات اصبحت ضيقه. انا كل شويه بعمل صعوبه للسبستنس انها تعدي من خلالي. طب الكلام لغايه دلوقتي يا دكتور كويس. احنا لقينا ان في 3 طبقات، الطبقه الاولى كابيلاري اندوثيليال سيلز، والطبقه الثالثه هي البودوسايتس، وما بينهما بيزمنت ميمبرين. طيب ايه الحاجات الاوفل البيضاويه اللي موجوده باللون الاحمر دي؟ اسمها ميسانجيال سيلز. خلي بالك ان الميسانجيال خلايا ستيليت، عامله زي النجمه، شبه النجمه بالظبط، مكانها بين جلوميرولر كابيلاري اندوثيليال سيلز و البيزمنت ميمبرين. طب ليه ربنا عملها؟ تخيل الحاجات الحمراء دي تقرب من بعض. طب لما تقرب من بعض يعني بيحصل كونتراكشن. هل يا ترى السهم الاسود ده يقدر يعدي الماده تعمل فلتريشن؟ الاجابه لا. يبقى كل ما الميسانجيال كونتراكت ده بيصعب الفلتريشن. يعني ربنا عامل لنا حواجز، اختبارات صعوبة. عديت من البورز 70 لـ90 في الطبقة الأولى، عندك ميسانجيال سيلز لازم تعدي من خلالها. طب انت مش نيجاتيف تشارج، هتعدي من البيزمنت ميمبرين. طب الطبقة التالتة بودو سايتس، ده انت عندك بورز أصبحت أكثر ضيقا. كل مدى اختبار صعوبة بليفل أعلى. طيب السؤال المهم، الميسانجيال سيلز دي يا ترى إيه اللي بيعمل لها كونتراكشن وإيه اللي بيعمل لها ريلاكسيشن؟ عايزك تخلي بالك معايا من نقطة مهمة. اللي بيعمل كونتراكشن للميسانجيال سيلز حاجة من مصلحتها تقلل الفلتريشن. هديلك اسم هرمون، انتي دايوريتك هرمون، درسناه قبل كده في السي في اس. انتي دايوريتك من اسمه ضد خروج الميه او ضد نزول الميه في اليورين، ضد ادرار البول. الاي دي اتش يقول لك انا بضايق. طيب انجيو تنسن 2، فاكر لما قلنا انجيو معناها فيسل وتنسن تنشن معناها يضيق؟ طب ما انا كمان بضيق. تقول يا دكتور بس ده بيضيق الفيسل، وانت بتتكلم عن ميسانجيال سيلز. وجدوا ان الانجوتنسن 2 يضيق برضه ويقلل الفلتريشن. الحاجه الثالثه النور ادرينالين. طبعا تقول لي ما هو النور ادرينالين اخدناه في الاوتونوميك، يضيق الفيسلز وكمان يضيق الميسانجيال سيلز. الكلام ده هنقوله النهارده، بقول لك على سبيل المثال كونتراكشن. هتقول لي طيب
والريلاكسيشن يا دكتور بيحصل ازاي؟ اقول لك، اللي بيوسع الميسانجال سيلز هرمون من مصلحته انه يرمي الصوديوم في اليورين. تقول لي خلاص انا افتكرته، اتريال ناتريوريتك بيبتايد اي ان بي. انا بدي لك امثله وهنقول الكلام ده بالتفاصيل ان شاء الله. طيب ايه اللي انت رسمه دلوقتي يا دكتور؟ انا رسم لك دايرتين، كل دايره بتعبر لك عن شرطين. عشان الماده تبقى فريلي فلترد لازم تكون اقل من 4 نانو متر، والموليكولار ويت 5500. طيب لو الماده دي مش هتعدي في الفلتر لازم تكون اكبر من 8، يعني اكبر من ضعف الاربعة، اكبر من 8 نانومتر. بص الموليكولار ويت 70,000. طب تعال افكرك بالالبيومين من جديد. انا قلت لك ان الالبيومين الموليكولار ويت بتاعه يقدر يعدي 69,000، يعني يا دوبك 7 نانومتر. يعني انت يا قلبي ومن على الشعره قدرت تعدي من الاندوثيليال سيلز، ولكن نيجاتيف تشارج بيزمنت ممبرين منعتك من المرور. طيب ده الميسانجل سيلز اللي انا قلت لك عليه. وخلي بالك لو فهمت الميسانجل سيلز هتقدر تقول لي العنوان المهم اللي هشرحه النهارده، فاكتورز افكتنج جي اف ار. ما يعني ايه فاكتورز افكتنج؟ ازود او اقلل الفلتريشن. علشان تقلل الفلتريشن ضيق الميسانجل سيلز، فانا جيت عند كونتراكت حطيت لك ايه كبيره. عايز اقول لك ان في اكتر من ماده تبدا بحرف الاي تضيق الميسانجل سيلز. عندنا اي دي اتش، عندنا الانجيوتنسين 2، عندنا الادرينالين نور ادرينالين، بس حبيت اقول ايه ادرينالين عشان افكرك، عندنا ثرومبوكسان اي 2. طيب اللي يعمل ريلاكسيشن ويوسع الخلايا ويبعدهم عن بعض هو اللي بيزود الفلتريشن. فعايز افكرك بيها في شكل 3 حروف، اي دي بي. A اتريال ناتريوريتك بيبتايد، D دوبامين، والبي هو البروستا سايكلين. طيب نيجي دلوقتي نشرح فورسز افكتنج جي اف ار. احنا دلوقتي عايزين نعرف القوة التي تتحكم في الفلتريشن. بس قبل ما اقول لك القوة دي عايز افكرك باللي شرحناه زمان في الكارديو فاسكولر في الليمفاتيك او الكابيلاري سيركيوليشن. قلت لك ان في ستارلينج فورس. الراجل الالماني ده اكتشف ان عند الارتيريال اند اوف كابيلاريز انا عندي قوتين، قوه فلتريشن تخرج الميه من الكابيلاري للتيشو، وقوه تانية اسمها ري ابزوربشن او اعاده الامتصاص. طيب وعند الفينوس اند برضو عندك قوتين. فاكر الكلام ده؟ الكلام ده ايه علاقته النهاردة بالجي اف ار بالكيدني؟ هي دي العلاقة. طبعا ده جلوميريولس العادي، وهنا ده عندي البومنز كابسول. كتبت لك على الشمال فلترينج فورس. انا عندي قوة واحدة فقط هتخرج البلازما من الجلوميريولار كابيلاري هنا للبومنز كبسول اللي هو السهم الأحمر، قوة واحدة. عايز أفكرك بحاجة قلناها في المقدمة، إن الجلوميريولار كابيلاري البريشر فيها عالي. هقول لك طب ليه عالي بعكس أي سيستميك كابيلاري آخر. السبب إن إحنا لما جينا شرحنا قلنا إن هنا داخل أرتريول، فاكر؟ أفرنت أرتريول واسع، والإيفرنت اللي خارج ضيق.
فالواسع هيخلي البلد يمشي في هذا الاتجاه للجلوميريولار كابيلاريز اللي عندنا ويتجمع. المخرج ضيق فيدخل الدم ويتجمع هنا في الجلوميريولار كابيلاريز. علشان يزود الجلوميريولار كابيلاري هيدروستاتيك بريشر. عايزك تتامل معايا، ده التسميه عامله زي ستارلينج فورس، شرحناها قبل كده في كارديو فاسكولر لما قلت لك كابيلاري هيدروستاتيك بريشر. المره دي بقول جلوميريولار كابيلاري، انا بوصف الكابيلاري حسب المكان. هتقول لي طيب انا عندي سؤال، البريشر بيبقى كام؟ واضحه 60 مليمتر ميركوري. هنا ده البريشر بتاعك. فاكر الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر كانت كام؟ كانت 35. هنا انا عندي البريشر عالي جدا عشان يساعد على الفلتريشن. في المقابل على اليمين كتبت لك ابزوربنج فورسز، قوى اعاده الامتصاص. هنا دايما بيبقى ربنا عامل توازن ما بين الفلتريشن والابزوربنج. انا ما عنديش فلتريشن فقط، لا، ولا عندي ابزوربشن بس. الابزوربنج فورس سهمين باللون الاسود، بس في الاول نفهم اللي حصل. احنا اتفقنا ان هنا في مفروض فلترينج ممبرين بالثلاث طبقات وشرحناها. هل يا ترى الالبيومين 100% ما بيعديش؟ الاجابه لا، بيعدي تريسز. يعني ايه تريسز؟ اثار خفيفه جدا من الالبيومين. اهو اثار خفيفه عدت ونزلت في البومنز كبسول، حاجه يعني لا تذكر، 0.2%، حاجه صغيره جدا. طيب دايما الالبيومين عنده قدره انه يسحب الميه في المكان اللي موجود فيه. يعني انا كالبيومين موجود هنا فاسحب الميه من فوق من عند الجلوميريولار كابيلاري. طيب اسحب الميه بقوه كام؟ ده سؤال مهم. انت قلت تريسز، يعني ايه تريسز؟ اثار قليله جدا. هل هيكون ليها قوه؟ الاجابه لا، قوتها صفر. يعني اذا ما اقدرش احطها في الابزوربنج فورسز، ما ينفعش. طب حضرتك بتتكلم على اساس ايه؟ الاكس فوق مش تحت. انا حبيت ابين لك في تريسز نزلت هتسحب الميه لتحت ناحيتها، بس دي قوة صفر، يعني تكاد تكون معدومة. لكن بص بقى على الالبيومين 99.9 او اكتر في المية اللي اتحبس هنا، اللي مش قادر يعدي. وده اللي انا قلته في بداية الفيديو، ان الفلتريت بيبقى الترا فلتريشن، نفس تركيبة البلازما بالظبط مع اختلاف مفيش بلازما بروتينز. فادي هنا الالبيومين لأوزموتيك بريشر، فهيسحب الميه لفوق في الاتجاه بتاع الكابيلاريز. طالما السهم اتحرك لفوق عكس اتجاه الفلتريشن هعتبره ابزوربنج فورسز، قوى الامتصاص. خلي بالك ان القوه دي 32 مليمتر ميركوري. وعايز افكرك بالاوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتين اللي اخدناها مع الكارديو فاسكولر، 28 مليمتر ميركوري. يعني انت ملاحظ الارقام هنا اعلى من اللي انا درسته في السيستميك سيركيوليشن. طيب ايه الاكس دي كمان اللي طالع منها سهم الفوق 18؟ ربنا عامل في البومنز كبسول هايدرو ستاتيك بريشر، قوة ضغط للمية. هتقولي الله طب ما ده هايدرو ستاتيك وهنا هايدرو ستاتيك. اقول لك تفرق. الهايدرو ستاتيك بتاع الجلوميريولار كابيلاري جاي من فوق ونازل تحت،
اما الهيدروستاتيك بريشر بتاع البومنز كبسول ده جاي من هنا وطالع لفوق، وما دام انا بزق الميه لفوق عكس اتجاه الفلتريشن فده ابزوربنج فورسز، قوى امتصاص. على فكره القوه دي بتساوي 18 مليمتر مركري. عايزك تلاحظ معايا شيء مهم جدا، ان انا عندي قوتين للابزوربشن، قوه 32 وقوه 18، يعني مجموعهم 50 مليمتر مركري، وقوه واحده بتعمل فلتريشن مقدارها 60. يبقى اذا الغلبه لصالح الفلتريشن اكتر من الابزوربشن ب 10 مليمتر مركري. عشان كده العنوان اللي انا حطيته نت فورس المحصله النهائيه، تلاقي المحصله النهائيه هي 60 ماينس 32 زائد 18 يبقى 10 مليمتر مركري. طيب سؤال مهم بقى، النت فورس ده هيفرق معايا في ايه؟ هقول لك حاجه بمنتهى البساطه، كل ما يزيد الفرق بين الفلتريشن والابزوربنج فورس، ايه اخبار جي اف ار؟ هتقول لي طبعا هتزيد. ما هو انت لما بتزود الفرق انت بتزود قوى الفلتريشن. اقول لك كلام منطقي جدا، عشان كده في عنوان اسمه فلتريشن كو افيشنت، معامل الترشيح، وهتلاقي اختصاره اهو كي اف. طلبه هنا هتعترض، يا دكتور اف ماشي اول حرف من كلمه فلتريشن، طب الكي ده اول حرف من ايه؟ هقول لك من كو افيشنت. تقولي بس كو افيشنت اول حرف فيها السي. اقول لك اللي اكتشف الفلتريشن فورس كان العالم الالماني ستارلينج. في اللغه الالمانيه السي بيكتبوها كي، يعني كو افيشنت تبقى بالكي. طيب تعال بقى نعمل دلوقتي المعادله، كل ما يزيد النت فلتريشن بريشر، النت المحصله يزيد الجي اف ار. عشان كده قلنا طب ما تيجي نقولها في شكل ايكويشن، يعني جي اف ار دايركت بروبورشنال مع نت فلتريشن بريشر، يبقى جي اف ار يساوي نت فلتريشن بريشر تايمز كونستانت، هضربه في ثابت. ما انا بفك دايما اي معادله دايركت بروبورشنال بالطريقه دي، يبقى الكونستانت يساوي جي اف ار على نت فلتريشن بريشر. ركز بقى معايا، الكونستانت او الثابت هو الفلتريشن كو افيشنت، هو كي اف. طب ما كي اف بتساوي 125 ملي في الدقيقه. خلي بالك بقى الجي اف ار كقيمه هو 125 مليليتر بير مينت. يعني ايه؟ يعني كل دقيقه الكدني بتفلتر 125 ملي. هقول لك على حاجه، ال 125 منهم ملي واحد هينزل في اليورين، و 124 ملي يرجعوا للدم ري ابزوربت. هتقول لي ماشي ده كلام جميل، بس في سؤال مهم لازم نعرفه، هو انا في الدقيقه بنزل ملي يورين، طب في اليوم بنزل كام؟ هقول لك تعالى بقى نرجع لايام الماس زمان، الساعه فيها 60 دقيقه، يعني ملي بير مينيت يساوي 60 ملي في الساعه. طيب اليوم في 24 ساعه، يبقى 60 تايمز 24 يبقى 1440 ملي.
1440 يعني تقريبا لتر ونص يورين في اليوم. خلي بالك مش شرط ان انا افقد لتر ونص، انا ممكن افقد من نص لتر الى لتر ونص. يعني معنى كده الكدني عندها القدرة على تركيز او تخفيف اليورين، وهنشرح الكلام ده في فيديوهات قادمة. طب النت فلتريشن بريشر اللي هو ايه؟ الستي ماينس الفيفتي اللي هو 10 مليمتر ميركوري. فلو جينا بصينا هنلاقي ان هو 12.5 125 على 10. بس في حاجة انا عايزك تكون واخد بالك منها، ال 125 ده ملي بير مينت، وال 10 وفرق ضغط مليمتر ميركوري. عشان كده الطالب الشاطر لما يقول لي فلتريشن كو افيشن تساوي كذا، لازم اليونت يكتبها صح، يكتب ملي لتر بير مينت اللي موجوده في النومينيتور او البسط، بير مليمتر ميركوري اللي موجوده في المقام. مهم قوي اخلي بالي. طيب فاكتورز افكتنج فلتريشن كو افيشنت، انت بتتكلم على معامل الترشيح، ايه الحاجات اللي تاثر فيه؟ اول فاكتور يهمني جدا هو البيرميابيليتي او النفاذيه. طيب هتقول لي طيب البيرميابيليتي دي قصدك بيها ايه؟ فاكر لما اتكلمنا على الطبقات الثلاثه وقلنا ان يحصل نفاذيه او يعدي لازم تعدي من كذا اختبار صعب. طب تعالى نفكر، حصل دامج للكابيلاري وول وقل النيجاتيف تشارجز، ايه ده مفيش طبقه نيجاتيف، تفتكر ايه اللي يحصل؟ خلاص اعدي زي ما انا عاوز، وده اللي بيحصل في الانفلاميشن اوف ذا نيفرون، في الالتهاب بسميها نفرايتس او الفيفر او الهايبوكسيا. طيب العنوان الثاني هو سيرفيس اريا، وده مهم قوي. تعال نفكر اني عندي فشل كلوي مزمن، ايه اللي ممكن يحصل؟ هتقول لي فشل كلوي مزمن اكيد الفلتريشن هيقل. طيب هيقل ليه؟ لان انت عندك عدد النفرونز اللي شغاله بتعمل فلتريشن اصبح قليل جدا. عندي الفشل الكلوي ده وهنقوله طبعا في اخر فيديو. بس في نقطه مهمه، اللي بيتحكم في البيرميابيليتي هو الميسانجيال سيلز اللي انت يا دكتور لسه شرحه كونتراكشن وريلاكسيشن، فلازم طبعا اذكره في هذا الحوار. طيب فاكتورز افكتنج جلوميرولار فلتريشن ريت، بمنتهى البساطه لما تقول الفاكتورز، انا عندي فاكتورز كتير بس عايزك اول ما نقول جي اف ار نقول كي اف ولسه قايلينها. طب رقم اتنين، احنا اللي بيتحكم في جي اف ار هو الفلتريشن فورس والابزوربنج فورس، فانا لازم اشوف الجلوميرولر كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، ايه اللي بيزوده وايه اللي بيقلله؟ ده كلام منطقي. طب الجلوميرولر كابيلاري بريشر ده مش ده بيتحكم فيه المدخل والمخرج الافرنت ارتريول، تمام، والافرنت ارتريول. علشان كده انا عملت لك من كل عنوان سهمين، بمعنى لو ضاق الافرنت ارتريول فازو كونستريكشن ايه اللي يحصل؟ تقول لي هيقل جي اف ار، منطقي جدا. بس قبل ما تقول ان جي اف ار يقل، انا عايزك يكون عندك تتابع في النقاط. انا قفلت المدخل فيقل الرينال بلاد فلو،
ده مهم جدا. طيب اللي رايح للجلوميريولار كابيلاري فيقل الجلوميريولار كابيلاري هايدرو ستاتيك بريشر، يعني قوة الستين قلت، يبقى اذا الجي اف ار هيقل، تمشي بالترتيب. والعكس صحيح، فازو دايلاتيشن اوف افرنت ارتريول. تمام. طب بالنسبة للمخرج افرنت ارتريول، لو الافرنت ارتريول وسع هيقل الجي اف ار، ده منطقيا. طب تعالى بقى نتكلم على النقطة الأهم، لو ضاق الإفرنت أرتريول عندي احتمالين. هنا هتستغرب، احتمالين في إيه؟ لو ضاق نص نص مايلد كونستريكشن، ولو ضاق سيفير وبقوة. بمعنى لو هو ضاق مايلد، المخرج اتقفل حاجة بسيطة، والمدخل زي ما هو واسع فدخل الرينال فلو جوه جلوميريولار كابيلاري، معرفش يخرج في المخرج الضيق ده، اتجمع في الكابيلاري، زود الجلوميريولار كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، زود الفلتريشن. كلام جميل. طب لو ده قوي سيفير فازو كونستريكشن، بص اللي هيحصل ايه. في البداية هيزيد الفلتريشن، ولكن شرحنا في المقدمة ان البومن كبسول في جنبها بيري توبولر كابيلاريز، كابيلاري بارالل موازية لها. الكابيلاري دي متجمع فيها بلازما بروتين، عندها قدرة على سحب المية في الاتجاه اليها. يعني انا جوه البيريتوبولار كابيلاري وجنبي البومنز كبسول، اسحب منه ميه، لان انا عندي اوزموتيك بريشر عالي. ده مهم قوي قوي قوي. عشان كده لو سيفير فازو كونستريكشن في النهايه هيقلل الفلتريشن. خلي بالك، ما تقوليش بقى في البدايه، ده انت بتقولها في الشرح تفهمها، لكن الاند ريزلت سيفير فازو كونستريكشن اوف افرنت يقلل الفلتريشن، مايلد فازو كونستريكشن اوف افرنت يزود الفلتريشن. طيب رقم 4، سيمباثيتك ستيميوليشن. سيمباثيتك كلنا عارفين انه بيعمل فازو كونستريكشن، دي معلومه معروفه جدا، ولكن في احتمالين برضو للسيمباثيتك زي احتمالين الإفرنت أرتريول. لو السيمباثيتك اشتغل مايلد، يعني مايلد، يعني مايلد فازو كونستريكشن على الضغط، تقول لي طيب على الضغط وزن انهي رينج؟ فاكر لما شرحنا الاوتو ريجوليشن قلنا ايه؟ قلنا الكيدني عندها القدرة تنظم الفلو اللي بيوصل لها بشكل ثابت طالما في رينج محدد للضغط، وزن انورمال رينج، والرينج ده اتكلمنا عليه من قبل. تمام. طالما انت في الرينج ده، يعني الرينج من 60 او ساعات كتب تقول 70 ل 170، او كتب تقول لك لا من 60 ل 160، طالما انت في الرينج ده هنعمل اوتو ريجوليشن، بمعنى كل ما يزيد البريشر نزود الريزيستنس نفس الدرجه، فيبقى الفلو ثابت. ما هو الفلو دلتا بي على دلتا ار، زود ناحيه وتزود التانيه قصادها، خلاص الريشيو لم تتغير، ده السيمباثيتك. طب ولكن لو سترونج استيميوليشن يحصل ايه؟ هتقفل جامد جدا الجلوميريولار ارتريول، ده انا هقفل الافرنت تماما، وطالما قفلته يبقى انا قللت الرينال بلاد فلو، وقللت بالتبعيه جلوميريولار كابيلاري هيدروستاتيك بريشر.
فقل الجلوميرولار فلتريشن ريت. كلام في غاية الأهمية. طيب عندنا اكسترا سيلولار فلويد فوليوم، أظن دي منطقية جدا. تخيل أنا عندي هيموريج، نزيف، شيء طبيعي، ضغط الدم أساسا قليل في الأورطة، يبقى اللي هيتوزع للرينال أرتري قليل، يبقى الرينال فلو قليل. نفس الفكرة، يقل جلوميريولار كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، لأن جلوميريولار كابيلاري هيدروستاتيك بريشر تعتمد أساسا على ضغط الدم، ده مهم قوي، فبيقلل الفلتريش. عشان كده الناس اللي عندهم نزيف تلاقي عنده اليورين فورميشن أقل. طب الاحتمال أو الفاكتور السادس، يوريتر أوبستراكشن. كلنا عارفين لو اليوريتر اتسد، ده معناه ان اليورين اللي داخله طبعا هيكون، او الفلو اللي داخله قليل. هو مين اللي متصل باليوريتر؟ هتقول لي الكولكتنج داكت، ده اخر مكان بيجمع اليورين. طب الكولكتنج داكت لما يلاقي المكان اللي بيصرف فيه مسدود، يتجمع الفلويد عنده، ده بشكل بسيط قوي. مين اللي بيجمع في الكولكتنج؟ ديستال توبيول، فيتجمع عنده. عارف هنمشي بالعكس، كولكتنج اتملى فيتملي الديستال، فيتملي اللوب اوف هينل، فيتملي البروكسيمال توبيول، فيتملي البومنز كبسول، ونقف. البومنز كبسول فيها هيدروستاتيك بريشر، فاكر قوة قيمتها 18 مليمتر ميركوري، أو هذه القوة هتزيد. طب طالما الابزوربينج فورس زاد، يبقى الجي اف ار عندك لازم هيقل. طيب رقم 7، ارتيريال بلاد بريشر. الطالب الشاطر يقول لي يا دكتور دي عاملة زي فكرة السمباساتيك. طب السمباساتيك قلت لو عملنا مايلد فازو كونستريكشن يشتغل الاوتو ريجوليشن، التنظيم الذاتي للفلو. طب ما هو نفس الكلام، اذا زاد ضغط الدم وزن الرينج بتاعنا، شيء طبيعي مش هيحصل اي تغيير. ولكن بياند ذا رينج، يعني بياند يعني اجي اقول لك ايه، اكتر من 170 او 180 مليمتر ميركوري، هيحدث تغيير في الرينال فلو والجي اف ار. طيب الفاكتور الثامن منطقيا جدا، هايبو بروتينيميا. احنا اتفقنا ان القوة اللي مقدارها 32 ده اوزموتيك بريشر اوف الالبيومين اللي فيه الجلوميريولار كابيلاريز، قوة شفط المية، قوة الامتصاص. طب ما هو البلازما الالبيومين ده اذا بلازما بروتين، تخيل لو قل تركيزه يبقى قوة الامتصاص قلت، يبقى بالعكس الفلتريشن هيزيد. يعني الفكرة بمنتهى البساطة، دور على الفاكتورز وشوف ايه اللي هيأثر فيها. طيب اسباب ديكريز الجي اف ار، الاسباب بمنتهى البساطة، اول سبب شق زي ما قلنا نزيف، فقط دم كتير. شق زي ما عرفنا في كارديو فاسكولر معناها ديكريز بلاد فلو تو ذا تيشوز، او اندر بيرفيوجن اوف تيشوز، التيشو وصل لها دم قليل. رقم 2، ستون، حصوه دي مهم قوي، اللي هي زي اللي سده اليوريتر، فبتزود البومن كبسول هيدروستاتيك بريشر. طيب حاجه ثالثه، هنا بقى اقول لك هيمو كونسنتريشن. خلي بالك من الكلام، فاكر لما قلت لك لو البلازما بروتينز قلت كتركيز هيقل الابزوربشن،
فيزيد الفلتريشن. طيب لو الدم بتاعنا بقى مركز قوي ايه اللي يحصل؟ يعني ايه بقى مركز؟ في تركيز بلازما بروتين زياده، ده مهم قوي. طبعا العكس absorbing force هتزيد فيقل الجي اف ار. في مرض اسمه ساركويدوزيس هتاخدوه في البطنه فيما بعد، وعلى فكره المرض ده بيقلل الجي اف ار، ده في منتهى الاهميه. طيب النقطه الاخيره هو رينال فيلير. انا لسه قايلها لك في هذا الفيديو ان الكورونيك رينال فيلير بيقلل الفلتريشن، لانه بمرور الوقت بيقل عدد الفانكشنينج نيفرونز اللي شغال. في نهايه هذا الفيديو بفكرك بالعناوين الرئيسيه. اتكلمنا عن الجي اف ار كديفينيشن، اتكلمنا عن الجي اف ار بدايه الفلترنج ممبرين بالطبقات الثلاثه، اتكلمنا عن الميسنجل سيلز ودورها بالاخص ايه، اتكلمنا عن الفورسز اللي بتتحكم في الجي اف ار، ويعني ايه نت فلتريشن بريشر، ويعني ايه فلتريشن كو افيشنت، ده مهم قوي. في نقطة اسمها فلتريشن فراكشن، ودي معناها نسبة اللي هيتفلتر أو بالمقارنة بالرينال بلازما فلو، طبعا هنقولها فيما بعد إن شاء الله. كلمنا عن الفلتريشن كوفيشنت والفاكتورز اللي بتأثر فيه، كلمنا عن 8 فاكتورز مهمين بيزودوا الجي اف ار، و 5 فاكتورز بتقلل الجي اف ار. بس خلي بالك افرنت ارتريول لها احتمالين في الفازو كونستريكشن مايلد وسيفير، والسيمباثاتيك ستيميوليشن ايضا ليها احتمالين مايلد او سيفير.